احنا رسالتنا رسالة واضحة لكل الشعب السوري والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. نحن قضيتنا قضية واحدة وهدف واحد، هي أرض الوطن، وليس مسألة دينية أو عقائدية أو مسألة حزبية لأي طرف من الأطراف السياسية الموجودة في الميدان. لكن المسؤول عن هذه الفتنة هم المحتل والغاصبين وكل من أراد التفرقة ما بين الشعب الفلسطيني والشعب السوري والشعب اللبناني. هدفنا هدف واحد وهي رسالة واحدة، نجعل أعيننا وهدفنا نحو الغاصب المحتل الصهيوني. نحن نطلب من كل أبناء سوريا التريث والتفكير جيدا، كل ما يحدث هو عبارة عن فتنة. وأنا بناشد الشعب السوري من هذا المكان، من الوقفة التضامنية إلى جانب الشعب اللبناني، التريث كاملة والتفكير في هذا القرار وبوضوح تام. نحن نطالبكم وبشدة التريث مرة أخرى، لأن كل ما يجري في الوقت الحالي هي قضية فتنة لتدمير القضية الفلسطينية والقضية السورية. لذلك نناشدكم بالتفكير والتريث قليلا، وشكرا لكل الشعب السوري، ونحن نبقى أوفياء للدماء السورية والدماء الفلسطينية، وشكرا لكم.